اهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح النور لكم المشاهدين. كثير صراحة بالآونة الأخيرة عم نسمع بنوبات الهلع، بتشخيص لنوبات الهلع ويلي تسمى بانيك أتاكس. فما هي؟ خلينا أول شيء هيك نعرف عنا المشاهدين أكثر يلي ما بيعرفوها. صباح الخير للمشاهدين كلهم. صباح النور. نوبات الهلع هي نوبات بتعترض يمكن شيء تنقول 5% تقريبا من الناس، وعند النسوان أكثر، يعني النسوان معرضين أكثر لإلها. هي عوارض جسدية ونفسية وبيولوجية بذات الوقت. نفسية جسدية بالأول لأنه جسمنا بيتفاعل معها، بيعرقوا إيدينا، بنحمر، هدول ما بنسيطر عليهم. بعدين من ناحية تانية الجسم بيشب الأرض، بقلبنا بدق، هي أكتر شيء بتخوف دقة القلب، بحس الواحد أنه دق نفسه وما بعد فيه تنفس، ونفسيا بحس حاله أنه خلص انتهى ورح يموت، وفي منهم بخافوا كتير بروحوا مستشفى، يعني لدق لهي الدرجة بيصير عندهم هيدا الحالة. وممكن تجي بدون أي سبب، بدنا نقول مرئي، يعني ما ضروري يكون في سبب مرئي. هلا هي بترتبط او مباشر او مباشر، هي بترتبط ايامات يلي عنده أجروفوبيا، يلي بخاف من المكان الواسع، من الناس او من حيالله بمحلات معينه، وايام تجي بدون سبب، يعني بدون اي سبب. وكيفاش نعرفوا الفرق بين الخوف والهلع؟ الخوف في سبب بتشوفه من برا، ممكن حيوان، ممكن هذا الهلع ما له سبب مرئي، هو سبب جواني نفسي بيبقى عند الشخص، ما ضروري يكون براني طالع لبرا. يعني الهلع هو قلق مستمر بيعيشه الانسان، يعني الانسان هو بصراع مستمر مع القلق، بيطلع بشكل نوبات ايامات لبرا. نعم. إضافة إلى كل العوارض اللي شرحتيها، العوارض الجسدية، في شق له علاقة بالهرمونات الدماغية، يعني ما أيضا بنشوفها لبرا. وسؤالي هون هو، هل لهذا الأمر يعني بحتم أنه يكون العلاج بالأدوية والعقاقير إضافة إلى الأدوية والعقاقير بتساعد تيخف القلق، بس من ناحية تانية ما بتشيل السبب الأساسي، يعني وراء كل قلق منعيش ونحن في سبب ما منشوفه. أوكي. بس ما في سبب فيزيولوجي؟ لا أكيد. هو ما هو النفس والفيزيولوجي متأثرين ببعضهم. أنت إذا كنت معصبة دماغك بيفرز هرمونات وبيصير المود بيرجع لورا، والعكس إذا مبسوطة بتحس حالك أنه كل شيء منيح. يعني الدماغ ما ممكن يكون خلل بالهرمون يلي بينفرز فبيؤدي إلى هذه الحالة العصبية أو النفسية. يعني فينا نقول لحد هلا انه بعد ما قدروا فصلوا التأثير النفسي عن تأثير الدماغ، يعني بعدنا بنعرف انه الدماغ بيتفاعل مع نفسيتنا لحد هلا. يعني الدراسات كلها بتقول انه في علاقة مباشرة بين بتعيشي نفسيا وبين دماغك كيف بيتفاعل معه. انا ايامات اذا كنت قلقانة دايما بيجعني راسي. من وين بيجي وجع الراس؟ أكيد نفسيا هرمونات تغيرت وأثرت على دماغي. ويمت بالعكس إذا أنا ما بعرف مش نايمة منيح، دماغي بيأثر على نفسيتي. دونك في تفاعل مباشر بين الدماغ والنفسية، ما فينا نفصل عن بعضنا، يعني أنا راسي مش بمحل وجسمي بمحل. أوكي. طيب سيدة مريم، يعني نحن وقت اللي نقول مثلا نوبات الهلع هذه، هل أي إنسان معرض للإصابة بها في أي وقت معناها، أو فما أشخاص هما الأكثر عرضة للإصابة بنوبات الهلع؟ بمرحلة معينة من حياتنا كلنا عملنا نوبات هلع. في نوبات هلع بتجي بعد حادث أليم، بعد صدمة. يعني أنا إذا عملت أكسيدان سيارة مثلا كان كتير قوي، ممكن أعمل نوبات هلع على السيارة بعد فترة بس بتخطاها. نوبات الهلع اللي بتستمر هي نوبات الهلع اللي الإنسان بيبقى عايش من هو الطفولة هلع. يعني وقت أنا بقول له لابني اصحى تاكل شوكولا بصير معك سكري، اصحى ما بعرف شو، بس بلش عود الولد يخاف، ما تمشي هون، هالاحساس بالحريه، هالاحساس بالثقه، هيدا الشعور بيولد قلق مخفي بيكبر بيكبر بيكبر، نوصل على محل بعمر معين بالمراهقه تقريبا، بعد المراهقه بشوي اقل حادث صغير ممكن يطلع كل اللي كنا كابتينه نحن وصغار. يعني في يكون كبت من الطفولة، وإذا كان هلع
برجع بقول إذا كان هلع بعد صدمة بعد حادثة أليمة ما بيطول الهلع، بنوبات الهلع بتطول هي النوبات اللي العلاقة بطفولتنا. نعم، يعني ممكن يكون حادث عرضي يترافق مع أي إيفنت بخوف، ولكن إذا كان هذا الشيء متكرر كيف أمتى بنعرف أنه لازم نلجأ إلى الطبيب المختص؟ نرجع للطبيب المختص لما بيصير عندنا الهلع بطل فينا نسيطر عليه. يعني مثلا إذا أنا ما عاد استرجع أنزل على الطريق لأني عم خاف من الناس، ما بقعد بشتغل، أو أنا ما في يكون ببيت قاعدة لوحدي بخاف، بدي دايما حدا معي. نوبات الهلع لما بتأثر على حياتنا منروح عند حكيم نفسي، بس هو أفضل لما أنا بحس حالي عم بقلق أكثر من غيري. يعني إذا أنا أمي وبيي كتير بيقلقوا وأنا بلشت أقلق، يعني مفروض أعرف أنه لازم أتوجه عند طبيب نفساني. نحن بنعتبر أنه الطبيب النفساني هو للحالات اللي فيها الإنسان بيفقد توازنه، بس هو لا، في مشاكل بسيطة جدا. هو الهلع بيجي وراثي، بمعنى أنه الأم والبي اللي كتير بيقلقوا بيورتوا لأولادهم، بيعطوا لأولادهم لأنه بيتعود الولد يقلق مثلهم. أنا لما بصير عندي الهلع بطل فيه سيطر عليه، أكيد لازم روح عند حكيم نفساني وعند حكيم أعصاب، لأنه ساعتها بدي دواء يخفف لي القلق وبرجع بكمل علاجي مع حكيم أعصاب لشوف المشكلة الأساسية. يعني جيم البيئة اللي الإنسان تربى فيها هي اللي يمكن تخلق له نوعا معين من الهلع. بقى نحكيه على الوقاية من حاجات تتقلقنا مثلا، يعني هل يمكن أنه المواجهة للحاجات اللي تقلقنا قد تساعدنا أنه نتخلصوا منها وهكيك نتخلصوا من أنه جينا نوبات هلع أو لا؟ أكيد أكيد، وهيدا دور المعالج النفسي. هون المعالج النفسي بده يعلم الشخص اللي عم بخاف يواجه مشكلته، لأنه نوبات الهلع بيكون الشخص في فكرة معينة عم بتخوفه، بيصير يهرب منها بيعمل نوبات الهلع. هلأ في وقاية دغري بالساعة، يعني أنا إذا حسيت حالي بدي أعمل نوبات هلأ في أخذ نفس، في طريقة تنفس معينة بنتعلمها، في طريقة كمان تفكير معين، يعني بجرب أعتبر سيطر على أفكاري. هو قصص بيتعلمون الشخص بس يكون عم بيعمل المعالجة النفسية تبعه. في أشخاص تعرضوا لنوبات هلع ومقربة أنا منهم وقالوا لي أنه هن شاكرين لما مروا به، لأنه من بعد ما خلصوا مرحلة العلاج تعرفوا على منظور جديد للحياة وممارسة حياتهم بشكل مختلف. وهذا الشيء بأكيد زي اللي كنت عم بتقوليه عن كيف بتكون background أو خلفية الشخص، طريقة تربيته فيها كثير من القلق. هل يمكن فعليا التحدث عن إيجابيات الهلع؟ أكيد إذا تخطيتيها أكيد، لأنه بتكون اكتشفتي أنت مخاوفك كلها، يعني بتكون اكتشفتي إذا بدك كل اللي كنت عم بتعنيه وعم تكبتيه. ما هو في بالنهاية كبت معين نحن عم نعيشه، هيدا الكبت بيوصلنا لهون. لما أنا بفوت عند حكيم نفساني أو بروح على المعالجة النفسية بتعلم واجه مخاوفي، وهون الحياة بتستمر، هون البطولة عنا. يعني ان شاء الله كلنا ما تصيبناش نوبات هلع، مع انه احنا في التلفزيون احيانا مع المباشر تصير لنا شويه نوبات صغيره هيك قبل المباشر. طالما عم بتسيطر عليها، لما انت عم بتسيطر عليها يعني هي طبيعيه. يعني انا ما فيي كانسان كمان ما فكر انه في خوف بيجي بكل لحظه، والا بنصير بالاخر عم نتحدى الموت. صحيح، الله يسترنا من البانيك. المهمه الاختصاصيه في علم النفس العيادي ماري شاهين، شكرا لك على حضورك. شكرا لكم للمشاهدين، ان شاء الله على امل لقاءات مقبله.